أهلا بكم. وزارة النفط تعلن اعتماد الدفع الإلكتروني لتزويد المركبات بالوقود البنزين السوبر والمحسن اعتبارا من يوم غد الجمعة في جميع المحافظات. قرعة الألعاب الأولمبية بكرة القدم المقررة في باريس تضع مصر إلى جانب إسبانيا والدومينيكان ضمن المجموعة الثالثة، والمغرب إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا في الثانية. مهاجم مونبلي الفرنسي موسى التعمري يقود منتخب الأردن إلى الفوز في الدور الثاني من تصفيات آسيا 2026 وكأس آسيا 2027 بتسجيله ثنائية على باكستان. منظمة الصحة العالمية تقدم بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان وتوصي بتناول الأطعمة المطهية على البخار بدلا من المقلية. ومحرك البحث الشهير جوجل يغير شعاره إلى صورة مميزة كتذكار احتفالي بيوم الأم كعادته كل عام في الاحتفال بالمناسبات البارزة. شكرا لكم وإلى اللقاء.